السلام عليكم، ازيك يا باشمهندسين؟ هنبتدي النهارده نحل المسألة بتاع التقرير، وهي في الشيب بتاع الـ Natural Response of الـ RC Circuit، اللي هي المسألة رقم 4 معانا. تعال نشوف المسألة بتقول ايه يا باشمهندسين، وبعد كده نبتدي نحل المسألة اللي موجودة معانا. المسألة رقم 4 دي يا باشمهندسين، خلاص حلينا الشيت كله، وكان باقي لنا بس المسألة رقم 4. تعالى يا باشمهندسين اما نشوف المسألة بتقول ايه. لو انت جيت تبص على الرسمة من تحت يا باشمهندسين، هتلاقي في الرسمة ان السويتش كان واقف عند البوزيشن ايه، يعني كان واقف عند النقطة ايه قبل ما يتنقل عند النقطة بي. يبقى هو كان واقف عند ايه لفترة طويلة قبل ما يتنقل عند بي، عند التايم بيساوي زيرو. تعال نشوف هو كاتب ايه فوق. بيقولك يا باشمهندس ذا سويتش ان ذا سيركت ان فيجر 4، في الفيجر اللي قدامك ده بيقولك هاز بين ان بوزيشن ايه، يعني كان واقف عند البوزيشن ايه لفترة طويلة، كان واقف هنا لفترة طويلة. طبعا بيقول لك خلي بالك ان ال V2 كقيمة initial بتساوي 0. بيقول لك عشان add time بيساوي 0 the switch is thrown to position B، يعني بيقول لك السويتش اتنقل من نقطة A للنقطة B. احسب لي يا باشمهندس طالب حساب التيار اللي هو ال I، طالب حساب ال V1 اللي على المكثف الأولاني اللي هو 1 ميكرو فراد، معاه مكثف تاني اللي هو 4 مايكرو فراد، عاوز برضو ال V2. يبقى هو طالب ال I ال V1 ال V2 كدالة في التايم، ومديك معلومة قالك ان ال V2 جهده بيساوي زيرو. واحنا طبعا من حل المسألة هنعرف ان هو ادم، حتى لو ما اداهوليش خلاص انا هعرف ان جهده بيساوي زيرو. ده اول مطلوب معانا. تعال ناخد اول مطلوب كده ونبتدي نحل المسألة. خلاص نظبط المسألة كده الاول. تعالى يا باشمهندسين زي ما انا عودتك، خلاص بنروح ات التايم اقل من الصفر، بنجيب القيم الانيشال اللي عندي. خلاص عند التايم اقل من الصفر، يعني اما يبقى السويتش عند النقطه ايه، بنروح نشوف القيم الانيشال اللي موجوده عندي. وطبعا في الحاله بتاعت دي مكثفات، فهنروح نجيب الانيشال بتاع الفي 1 والانيشال بتاع الفي 2. ليه يا باشمهندس بنشتغل في المكثفات على الجهد؟ قلنا لان الجهد المكثف لا يسمح بالتغير اللحظي في الجهد. فاحنا هنروح عند التايم اقل من الصفر نجيب الانيشال للاثنين دول. اما يبقى السويتش عند النقطه ايه، ده معناه ان المكثف متوصل مع الجهد ال 40 فولت دي سي سورس. فكده يا باشمهندس المكثف هيبقى اوبن لانه متوصل مع دي سي سورس، فهيبقى اوبن. فلو جينا على ايدك اليمين في الرسمه بتاعتنا، خلاص هتلاقي ان المكثف اوبن، ده معناه يا باشمهندس ان الجهد بتاع الفي 1 هو نفسه جهد المصدر. طبعا هنلاحظ ان الاشاره ادام ده موجب سالب، والجهد اللي هو مديهولي موجب سالب، والاثنين نفس الاشاره، يبقى الفي 1 بتساوي ال 40 فولت. لو معكوسه يبقى بالسالب. خلاص يبقى هو ياخد نفس اشارته، خلاص يبقى الفي 1 قبل بيساوي 40 فولت. طيب الفي 2 يا باشمهندس، الفي 2 قبل، انا اصلا اهو اما استنتجها من هنا الفي 2 قبل بتساوي 0. خلاص هو مديها لك، هو اصلا قايل لك القيمه الانيشال بتاعته بزيرو. خلاص ماشي، الفي قبل، الفي 2 قبل بزيرو. طيب عند ات تي اكبر من الصفر، اما السويتش يتنقل من نقطه A للنقطه B، خلاص تعالى يا باشمهندس نشوف ايه اللي هيحصل. اما السويتش يتنقل من نقطه A للنقطه B، ده معناه ان المكثف اللي هو الواحد ميكرو فراد والمكثف اللي هو 4 ميكرو فراد هيبقوا موجودين في الدايره بتاعتي مع المقاومه 25 كيلو. اول معلومه عندي يا باشمهندس، احنا عارفين المكثف لا يسمح بالتغير اللحظي في الجهد، فالجهد قبل بيساوي بعد، يبقى الفي 1 قبل بتساوي الفي 1 بعد بتساوي 40 فولت. وكذلك الفي 2 قبل بتساوي الفي 2 بعد بتساوي زيرو. طبعا هو مديها لك اصلا في المساله بزيرو. طب تعالى يا باشمهندس احنا بقى التارجت بتاعتنا او المهمه بتاعتنا اللي احنا عاوزينه هنا، خلاص ان احنا نحسب الفي 1 كداله في التايم والفي 2 كداله في التايم. المعلومه دي اقولها لك يا باشمهندس، المعلومه دي ان انت لو عندك مكثفات اكتر من مكثف او اكتر من ملف، دايما بنتعامل معاهم يا باشمهندس الاول اللي احنا بنجمعهم، خلاص ونجيب ال RC الايكويفالنت او ال RL الايكويفالنت. خلاص يبقى انا ما بتعاملش مع كل مكثف لوحده. ففي الحاله بتاعتي دي يا باشمهندسين، خلاص انا هضطر ان انا اجمع المكثفات. خلاص هي دايما حلول المسائل كده، سواء المكثفات او الملفات. اول حاجه بعملها يا باشمهندس ان انا بروح اجيب المكثفين دول مع بعض اخليهم السي ايكويفالنت بتاعتهم، وبعد كده ابتدي احل المساله. طيب واحد يقول لي يا باشمهندس طب المكثفين دول اجيب السي ايكوفلنت بتاعتهم ازاي اشوفهم؟ هم التيار ماشي فيهم توالي، يبقى هم توالي، المكثفين دول توالي مع بعض. توالي قلنا التوالي في المكثفات، خلاص التوالي في المكثفات بنعاملهم يا باشمهندسين على اساس ان هم توازي. خلاص انا شرحت الحته دي قبل كده، ان لو انا عندي مكثفين، خلاص مكثفين توالي، خلاص بنعملهم معامله التوازي. يبقى سي 1 في سي 2 على سي 2 زائد على سي 1 زائد سي 2، يبقى ال 1 في 4 على الواحد زائد الاربعة. خلاص
يبقى ده يا باشمهندس ايكوفلنت ب 8 من 10 مايكرو فرد. بعد كده يا باشمهندس بروح اعمل ايه؟ بروح يا باشمهندس اجيب الجهد اللي على المكثف السي ايكوفلنت. بجيبه ازاي يا باشمهندس؟ عن طريق ان انا بجمع الجهد اللي على المكثفين. خلاص انا بمشي بالاتجاه بتاعهم. خلاص هنا مثلا ده موجب سالب سالب موجب، هما مش ماشيين اتجاه البطاريه، يبقى خلاص انت هتلاقي موجب سالب سالب موجب، يبقى الاثنين معكوسين، يبقى الفي 2 ناقص الفي 1. طب انا هطرحهم من بعض يا باشمهندس، دي ما فيهاش مشكله. طب احط البوراريتي ازاي؟ هيبقى الموجب فوق ولا السالب تحت؟ قال لك يا باشمهندس البوراريتي مع الكبير، البولاريتي مع الكبير. مين الكبير هنا؟ هتلاقي ان الفي 1 قيمته ب 40 والفي 2 في الانيشال قيمته ب 0، فالبولاريتي هتبقى مع الكبير اللي هو الفي 1. الفي 1 بتاعنا هو الكبير، يبقى البولاريتي موجب سالب، ادي اتحط موجب سالب، والاثنين يطرحوا من بعض، يبقى الفي انيشال اللي هي الفي بعد بتساوي الفي 1 ناقص الفي 2. طبعا الفي 2 معاك ب 0، خلاص يبقى احنا نعوض عن الفي 1 بس اللي هو ب 40 فولت. خلاص يبقى الانيشال بتاع الفي بتاع الجهد ده عشان نحتاجه، لان هجيب المعادله، خلاص لان هجيب معادله الجهد كداله في التايم على المكثف كله. ليه يا باشمهندس؟ عشان اروح اقسمها على المقاومة اجيب التار اللي هو عاوزه. يبقى التارجت بتاعتي، التارجت بتاعتي ان انا هروح اجيب الجهد على المكثف. بعد ما اجيب الجهد على المكثف كداله في التايم هروح اقسمه على المقاومه اللي هي 25 اجيب التيار. يبقى انا لو جت لي اي مساله في الامتحان سواء ملفات مكثفات بروح اجيب الايكوفلنت بتاعهم. بالنسبه للملفات، الملف بيحب يتعامل مع التيار، المكثف بيتعامل مع الجهد. تعالى يا باشمهندس دي جميل، مساله بتتحل كده سواء وجود في حاله وجود مكثفين او ملفين. فبروح اجمع المكثفات بخليهم مكثف واحد، لو ملفات بجمعهم بخليهم ملف واحد. طبعا الملفات في حاله التوالي بتتعامل بتتجمع، في حاله التوازي بتتعامل معامله المقاومات عادي، لكن المكثفات العكس. فتعالى يا باشمهندس خلاص احنا بعد ما جبنا الجهد كقيمه انيشال ومعايا قيمه السي ايكوفلنت ب 8 من 10 ميكرو فراد، ما عادش في مشكله بالنسبه لي، اقدر اروح اجيب معادله الجهد كداله في التايم. معادله الجهد كداله في التايم الفي بتساوي الفي نوت في الاي اس سالب تي على تاو. انا مشكلتي دلوقتي في التاو، التاو هي الار في السي. خلاص الار معايا ب 25 كيلو يعني 25000، والسي ب 8 من 10 ميكرو فاراد يبقى 8 من 10 في 10 اس سالب 6. خلاص هتطلع لي القيمه 1 على 50 سكند. واحد يقول لي يا باشمهندس انت ليه سبتها كده؟ اقول لك انا مظبطها عشان تطلع ال 50 فوق على طول. فتطلع يا باشمهندس قيمه الفي نوت ب 40، خلاص حطيتها في اس سالب تي على تاو، التاو طبعا من 1 على 50 تاو تطلع فوق ب 50، وطبعا التايم اكبر من او يساوي صفر لان المكثف قابل بيساوي بعض. فده قيمه الجهد اللي على المكثف ككل كداله في التايم، وده مش ده اللي انا عاوزه. اول حاجه انا عاوز ايه يا باشمهندس؟ انا عاوز التيار اللي هو اي اللي بقى ماشي في المقاومه 25 كيلو اللي هو ده. تعالى نجيبه كده يا باشمهندس، لو رحنا جبنا التيار اي ده خلاص هيبقى الجهد على المقاومه 25. هروح اقسم الجهد على المقاومه 25 اللي هي 25000، طبعا 25 دي في 10 اس 3. خلاص هيقسم يا باشمهندس، خلاص دي 10 اس 3، يبقى بقسم على قيمه المقاومه اللي هي 25000 ل 25 في 10 اس 3. طبعا مش هنسى تقسم ال 40 على 25 هتديك 1.6، وال 10 اس 3 هتطلع فوق بملي امبير، يطلع لك فوق بملي امبير، يبقى ده القيمه بتاعتنا. وطبعا يا باشمهندس التي اكبر من او يساوي صفر موجب. ليه صفر موجب يا باشمهندس؟ لو انت رحت على الرسمه دي خلاص هنشوف التيار ده اللي هو اي قبل بكام وبعد بكام. اي قبل بتاعتها بصفر، ليه؟ اما يبقى السويتش عند النقطه ايه هيبقى التيار ده قيمته بصفر. طيب اما ينقل السويتش من ايه لبي، الاي هيبقى ليه قيمه دي يا باشمهندس، لان المقاومه بتسمع بالتغير اللحظي في التيار وكذلك الجهد. خلاص وكذلك المكثف، معلش. فيا باشمهندسين خلاص التيار هيبقى له قيمه، قيمته بكام؟ اي اس صفر، اي اس صفر بواحد، يبقى قيمته ب 1.6، يبقى قبل كام بصفر وبعد ب 1.6، يبقى لازم قبل ما بيساويش بعد، يبقى عند التايم بيساوي صفر قيمه التيار غير معرفه. ده اول معلومه معايا، يبقى اول معلومه معايا ان انا جبت قيمه التيار. طيب بعد كده يا باشمهندسين بعد ما جبت قيمه التيار هو عاوز الفي 1 كداله في التايم والفي 2 كداله في التايم. ركز قوي من اول هنا يا باشمهندسين عشان بيبقى في مشاكل من اول هنا. انا خلاص جبت قيمه التيار يا باشمهندس ومعيش فيه مشكله. طيب بعد ما جبت قيمه التيار، قبل ما نخش بقى في تكمله المساله هنشرح لك بعض الحاجات اللي ايه اللي هتساعدك في المساله. تعالى يا باشمهندس لو انا جيت قلت لك لو انت عندك مكثف وهنفترض ان التيار بتاعه معلوم زي الحاله بتاعتنا دي، التيار بتاع المكثف معلوم، سواء المكثف في 1 والفي 2 جهودهم مش معلومه، ده انا عاوز اجيبها والتياراتهم معلومه. قال لك يا باشمهندس قانون المكثف انا واخده ان الاي بتساوي السي في الدي في على الدي تي. طيب لو التيار معلوم يبقى انا يا باشمهندس هضطر ان انا اظبط المعادله دي
هعدي المكثف الناحية التانية يبقى واحد على السي عشان اجيب الجهد. الفكرة كلها انا عاوز اجيب الجهد من المعادلة دي خلاص، لان التيار معلوم. فانا هعدي السي تبقى واحد على سي، واعدي واضرب في الدي تي خلاص. انا هعدي الاثنين دول واسيب الدي في لوحدها خلاص. طبعا انا جبت الدي في خليتها على الشمال، وخدت الرقم ده كله خليته على اليمين، وحطيت التكاملات خلاص. بعد كده يا باشمهندس عملت ايه؟ رحت حطيت حدود التكامل. الدلتا في بتتكامل من الفي نود للفي كدالة في التايم، والاي دي تي بتتكامل من الصفر لحد التي خلاص. مش هنسين، انا بجيب لك العلاقه اللي الدكتور جابها لك. بعد كده يا باشمهندس طبعا لو احنا عوضنا هنا، طبعا واحد دي في تكاملها بفي يبقى هتتعوض طبعا بفي من الفي نود للفي تي خلاص. انا خلينا على الجزء بس اللي عليه لك الشمال دلوقتي. تعالى يا باشمهندس، يبقى عندي الفي كداله في التايم خلاص، هتبقى ناقص الفي نود. هنعدي الفي نود الناحيه الثانيه، تطلع لك الداله بالشكل ده. دي الداله بتاعتي، الفي كداله في التايم هو واحد على السي تكامل من صفر لتي الاي اوف تي دي تي زائد الفي نود. عاوز تحفظها احفظها، انا شخصيا ما بحفظهاش، انا بجيبها من القانون ده على طول خلاص. انا بحفظ القانون ده اللي هي الاي بتساوي السي في الدي في على الدي تي على طول. بعد انا بقى ايه، اقول واحد على سي في الدي تي زائد الانيشال بيساوي الجهد. بعمل ايه؟ بجعل السي ده اقسمها، يبقى واحد على السي تكامل الاي كداله في التي دي تي خلاص. والناحيه دي طبعا هيبقى هو زائد الانيشال، والناحيه الثانيه الفي خلاص. دي الفي اللي انا عاوزها، يبقى الفي بتساوي واحد على السي في الاي تكامل يعني الاي في الدي تي زائد الانيشال اللي هو بتاع الجهد خلاص. عشان سين دي اول حته، ده قانون التكامل بتاع الجهد عندي. المعلومه عشان اللي انا عاوز اقولها لك خلاص، المعلومه اللي انا عاوز اقولها لك ان الجزء اللي هو واحد على السي من صفر لحد تي في الاي تي دي تي ده يعتبر وحدته جهد، يعني ده الجزء ده اصلا بيصنف على انه جهد، وحدته فولت. وكذلك الفينوت طبعا وحدته فولت. تعالى يا باشمهندس كده خلاص، يعني دي اول معلومه عندك لازم تكون انت عارفها. المشكله بقى اللي بتقابلني في المساله خلاص، زي المساله اللي قدامنا دي، ازاي يا باشمهندس احدد اشاره الجزء اللي هو بتاع التكامل والجزء بتاع الفي نود؟ هقول لك يا باشمهندس، احنا اتفقنا ان الجزء بتاع التكامل ده جهد والفي نود جهد، زي ما احنا جينا فوق على البطاريه اما جينا في بدايه المكثف وقلنا ان ده موجب سالب اللي هو الفي واحد بياخد نفس جهد البطاريه وموجب. ليه؟ عشان هم اشارتهم واحد. يبقى انا مشكلتي دلوقتي في الاشارات، لو انا عارف اشاره التكامل ده هشوف الفي واحد نفس اشارته ولا لا، لو نفس اشارته يبقى موجب، وكذلك الفي نود لو انا عارف اشارته هقارن اشارته باشاره الفي واحد، لو طلع شكله يبقى موجب، لو طلع شكله يبقى ايه؟ يبقى موجب معايا خلاص. تعالى يا باشمهندس نبتدي نكمل المساله خلاص، ازاي احدد انا مشكلتي دلوقتي يا باشمهندس، ازاي احدد اشاره كل من الجزء الاولاني والجزء الثاني. الجزء الاولاني خلاص زي ما احنا قلنا هو ليه اشاره، وهقول لك ازاي تجيبها. لو نفس الاشاره بتاع اللي انا عاوزه اللي هو الفي اللي انا عاوزها يبقى موجب، العكس يبقى سالب، وكذلك الجزء الثاني اللي هو الفي نود. طب ازاي يا باشمهندس احدد اشاره كل من التكامل والفي نود وازاي اقارنهم؟ هي دي مشكلتي دلوقتي. تعالى الاول نقطه معانا، اول نقطه معانا يا باشمهندسين في المساله خلاص، احنا هنعوض الاول طبعا هنجيب الفي واحد خلاص. انا معايا التيار بتاعه، انا معايا الفي واحد، سيبك من الاشارات دلوقتي خلاص، سيبك من الاشارات. انا دلوقتي الفي واحد يا باشمهندس كداله في الطاي هيبقى عباره عن ايه يا باشمهندسين؟ واحد على، نكبر بس الشاشه كده، هيبقى يا باشمهندسين واحد هنعوض عادي خالص. الفي واحد هو بيساوي واحد على السي، واحد على السي، السي هنا يا باشمهندسين طبعا احنا بنجيب بتاع الفي واحد يبقى واحد في 10 اس سالب 6. التكامل من صفر لتي الاي اوف تي دي قانون الاي اوف تي، التيار اللي ماشي في المكثف هو الاي، يبقى الاي اوف تي دي تي زائد القيمه الانيشال. القيمه الانيشال للفي واحد هي 40، يعني الفي واحد لو انت طلعت فوق هتلاقيه ب 40. طيب دلوقتي انا ما حددتش اشاره الفي نود، ما حطيتش اشاره الفي نود ولا حطيت اشاره التكامل خلاص، انا حاططها هنا بس سيبك منها خلاص. انا ولا حطيت اشاره ده ولا اعتبر نفسك ما حطيتش اشاره التكامل. هنروح الاول يا باشمهندسين خلاص، هنروح الاول نجيب اشاره التكامل. التكامل يا باشمهندس ازاي احكم عليه؟ قالك عن طريق التيار بتاع اللي هو الاي. كل اللي انا هعمله يا باشمهندس
ان هاجي على الاي ده. بص ركز بقى او 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 معايا هنا، هو دلوقتي الاي دي تي، انا هروح بالاي ده هلف كده لحد المكثف اللي هو عند الفي واحد، اما يدخل على المكثف هيبقى موجب تحت وسالب فوق. ده يا باشمهندس اشاره جهد التكامل اللي هو موجب سالبه، يبقى عن طريق اللي هحكم بيه عن طريق التيار، التيار يخش هنا على المكثف يبقى موجب تحت وسالب فوق، يبقى الجهد اللي هيولده الموجب بتاعه تحت والسالب فوق. لو انت جيت تقارنه بالفي واحد هتلاقيهم الاثنين معكوسين، الاثنين عكس بعض، يبقى لازم احط هنا اشاره سالب. خلاص، يبقى انا يا باشمهندس لففت التيار ده وخليته يولد الاشاره بتاعته، يبقى ده يا باشمهندسين دي اشاره الجهد، دي اشاره الجهد بتاعي بتاع التكامل. اقارنهم بالفي واحد اللي انا عاوزه اللي هو طبعا مديهولي، هتلاقي الاثنين عكس بعض. طب يا باشمهندس القيمه الانيشال اللي هي الفي نود اللي هي 40 دي، هي اشارتها اصلا كانت جايه عن موجب سالب. خلاص، فهي نفس اشاره الفي واحد. لو انت رجعت تاني للمساله، خلاص لو انت رجعت للمساله بتاعتك هنا، خلاص انت جيت تجيب الفي واحد، لما جيت تجيبه كان هو ب 40 فولت اللي هي الانيشال، فكان قيمته موجب سالب كان على نفس ايه قيمه السورس. خلاص، فهو كان جاي بنفس الاشاره اللي هي الموجب سالب. خلاص، فالفي نود هو نفس اشاره الفي واحد، فعشان كده انا سبته موجب زي ما هو ما غيرتوش. خلاص، يبقى انا يا باشمهندس بحكم ازاي؟ ان انا بجيب اشاره التكامل، بجيب اشاره الفي نود، خلاص، واقارنها باشاره الفي واحد. طبعا هتقول لي يا باشمهندس اجيب اشاره التكامل ازاي؟ عن طريق التيار بتاعه، في الحاله بتاعت دي عن طريق التيار بتاعه. خلاص، بلفف التيار واولد الجهد واقارنه بالجهد بس. طيب تعالى يا باشمهندس نكمل المساله، وهبين لك برضه لو انت سقطت في دي هنبينها لك في الفي 2. تعالى يا باشمهندس، خلاص احنا عوضنا هنا، طبعا طلعت ال 10 اس سالب 6 فوق، خلاص ب 10 اس 6 طبعا السالب زي ما هو. طبعا رحت كملت اي اس سالب 50 تي، طبعا قلنا الاكسبوننشال بينزل زي ما هو، والرقم اللي جنب التي اللي هي سالب 50 هي اللي بتقسم عليها تحت. من صفر لتي التكامل بتاعي زائد ال 40. عوضت وظبطت الدنيا، طلع الفي 1 بيساوي 32 في اي اس سالب 50 تي زائد ال 8. خلاص، طبعا يا باشمهندسين والتي اكبر من او يساوي الصفر، معلش بس هي هنا التي اكبر من او يساوي الصفر. خلاص يا باشمهندسين، فالتي اكبر من او يساوي الصفر، ده الفي 1. طب تعالى يا باشمهندس لو انت ما فهمتش الفي 1، تعالى اوريك ازاي تجيب اشاره الفي 2. وخلي بالك يا باشمهندسين نفس الطريقه المتبعه في المكثفات هي بتاعت الملفات بره. خلاص، تحديد الاشارات. تعالى يا باشمهندس اللي هو الجهد الفي 2. خلاص، الفي 2 طبعا هنروح نعوض في قانون عادي اللي هو الواحد على السي. خلاص، السي بتاع الفي 2 ب 4 ميكرو فاراد، يبقى 4 في 10 سالب 6. من صفر لتي طبعا الاي اوف تي نفسها هي طبعا التيار اللي بيمر في المكثفين واحد، خلاص هو نفس التيار. فعوضت بيه اللي هو 1 من 10 سالب 3 اي اس سالب 5 اس سالب 50 تي دي تي. طبعا زائد القيمه الانيشال، طبعا الفي 2 القيمه الانيشال بتاعته بزيرو، فدي خلاص مش هنحدد اشارتها، هي كده كده زيرو. طيب تعالى يا باشمهندسين للاشاره بتاع جزء التكامل، عشان احدد اشاره الجهد ده محتاجه يا باشمهندسين التيار، هروح امرر التيار في اللي هو عند المكثف اللي هو الثاني اللي هو 4 ميكرو فاراد اللي هو عند الجهد في 2. فالتيار اما يجي يمر، خلاص يا باشمهندسين التيار اما يجي يمر، التيار اما يجي يمر في المكثف هنا يا باشمهندسين، خلاص هيولد لي طبعا موجب فوق وسالب تحت. ده يا باشمهندسين اشاره التكامل، هقارنها باشاره الفي 2 الاصليه اللي هو مديها لي، هتلاقي الاثنين نفس الاتجاه، فعشان كده حطيتها موجب. خلاص، حطيتها ايه نفس الاتجاه. طبعا يا باشمهندسين لو انت بتقارن في حاله الملفات بتقارن جهد بتيار، فهنا هيبقى تكامل الجهد وهنا التيار. هتروح بالجهد ده اهو، يعني مثلا عندي الفي 2 ده اهو، خلاص هروح اولد التيار مكانه، ده موجب سالب، يبقى التيار يمر ازاي؟ يبقى التيار جاي نفس اتجاه التيار ده كده، خلاص؟ يبقى ده التيار بتاعه. هشوف التيار ده هيبقى نفس التيار اللي ناحيه اللي هو طالبه ولا لو في نفس الاتجاه يبقى موجب، عكس الاتجاه يبقى احط هنا سالب بس. يبقى هناك في الملف هيبقى العكس، هيبقى جوه هنا جهد وبره تيار، يبقى اروح عن طريق الجهد اولد التيار اللي هو هنا موجب سالب اهو، يبقى تياره هو الاي ده. واشوف التيار ده هو نفس التيار ده ولا لا بس. طبعا التيار الانيشال اقدر انا ببقى عارف اتجاهه فاقدر اقارنه بالتيار الاصلي، فاشوفه لو هو في نفس الاتجاه يبقى موجب، عكس الاتجاه يبقى سالب. ان شاء الله الدنيا تكون وضحت بس في حوار الاشارات لان دي اهم حته هنا. تعالى مش هنزيد، خلاص يبقى الفي 2 لو انت عوضته وكملت خلاص هيطلع الفي 2 بسالب 8 اي اس سالب 50 تي زائد ال 8، طبعا التي اكبر من او يساوي الصفر. تعالى يا باشمهندسين خلاص نشوف تاني مطلوب كان معانا ايه في المساله. نشوف تاني مطلوب، تاني مطلوب كان طالبه في المساله بتاعتنا يا باشمهندسين، كان طالب ذا انرجي ستورد ان ذا كاباستور ات التايم بيساوي زيرو. يعني عاوز يا باشمهندسين الانرجي ستورد، يعني انيشال انرجي، انيشال انرجي في المكثفين اللي هو الفي 1 والفي 2.
تعالى اما نشوف كده يا باشمهندسين، خلاص عاوز الانرجي ستورد ان ذا كاباستور ات التايم بيساوي زيرو. دايما يا باشمهندسين خلاص احنا القانون حافظينه بتاع الانيشال اللي هو نص في السي في الفي تربيع. خلاص يبقى انا عندي مكثفين، يبقى سي 1 في في 1 ونص سي 2 في في 2 تربيع. طبعا انت عارف ان الجهد المكثف الثاني قيمته بزيرو، الانيشال بتاعه بزيرو، فخلاص هشيله مش هيبقى فيه انيشال اصلا. المكثف الاولاني بس هو اللي فيه، هيبقى فيه انيشال انرجي وهي دي اللي هتفرق. يبقى نص سي 1 طبعا المكثف قيمته ب1 ميكرو، يبقى 1 في 10 سالب 6. الفي 1 قيمته ب40 تربيع، يطلع ب800 ميكرو جول. ده اول مطلوب معانا اللي هو 800 ميكرو جول. تاني مطلوب معانا يا باشمهندسين كان طالبه، طالب الانرجي تريبد ان ذا سيركت. هنجيب ده الاول، هنجيب اللي هو الانرجي المحصوره في الدايره. طبعا احنا دايما عارفين ان المكثفين هيجوا في الاخر خلاص هيحصل ما بينهم تريبد، ان ده ان هما الاثنين هيبقى جهدهم واحد وكل واحد هيبقى محتفظ بجزء من الشحن. ليه يا باشمهندس؟ تعالى كده، تعالى كده، المكثف ده عند الملا نهايه، المكثف معلش الجهد اللي هو الفي 2، الفي 2 عند الملا نهايه خلاص اي اس سالب ما لا نهايه بصفر، فجهده ب8، يبقى الفي 2 جهده ب8. طب تعالى نشوف الفي 1 كده جهده كام عند الما لا نهايه. الفي 1 عند الما لا نهايه اي اس سالب ما لا نهايه بصفر، جهده عند الما لا نهايه ب8 برضه. بس انت هتلاحظ حاجه، هتلاحظ حاجه ايه يا باشمهندس؟ لو احنا جينا على الرسمه بقى الاصليه هنا، الفي 2 عند الما لا نهايه ب8 والفي 1 عند الما لا نهايه برضه ب8، بس هتلاحظ ان المكثفين المكثف اللي هو 1 ميكرو فاد و4 ميكرو فاد الاثنين جهدهم متعاكس. خلاص فانت لما تيجي تطبق كيرشوف عشان تجمع الجهود خلاص هتلاقي ان الجهدين دول متعاكسين وقيمتهم بصفر، لان قلنا القيمه التوتال بتاعتهم هي في 2 ناقص في 1 او في 1 ناقص في 2 مش هتفرق، فالاثنين طرح بعض، ف 8 ناقص 8 بصفر، فالدايره مش شايفه جهد، لكن ما زال الفي 2 عليه جهد، يعني ده معناه انه في انرجي، والفي 1 ما زال في انرجي. طب نجيبها ازاي يا باشمهندس؟ تعالى ما نجيبها، تعال نجيب الانرجي، الانرجي اللي هي التريبد، الانرجي اللي لسه متخزنه في المكثفين. انا عاوز بس اديك معلومه عشان ممكن انت اول مره تسمعها هنا، ان الانرجي في اي لحظه في المكثف او في الملف، خلاص هو طبعا قانون المكثف اللي هو نص سي في تربيع او نص ال اي تربيع في حاله الملف. خلينا معانا في حاله المكثف ان قيمه الانرجي في اي لحظه هو نص في السي في الفي تربيع. القانون ده عام ينفع لكل واحد. هيقول لي يا باشمهندس ازاي؟ هقول لك يا باشمهندس ان هنا معتمد على قيمه الجهد في اللحظه دي. في لحظه الانيشال بعوض عن التايم بزيرو، في لحظه ما لا نهايه بعوض عن التايم بما لا نهايه، في اي لحظه بعوض عن التايم بالقيمه بتاعتها. لو انا عوضت عن التايم بالقيمه بتاعتها وجبت الجهد وضربت الجهد نص سي في تربيع خلاص هيطلع صح. يبقى القانون ده ينفع لكله، يبقى نص في السي في الفي تربيع ده ينفع لكله على اساس ان الفي اتا تايم، يعني عند الوقت بتاعها. خلاص يبقى انا جيت على معادله الجهد بتاعتي وعوضت عن التايم اللي انا عاوزه وجبت قيمه الجهد، ربحته ضربته في السي ضربته في النص طلع لي القيمه صح. طيب واحد يقول لي يا باشمهندس احنا دايما متعودين ان المكثف عند ما لا نهايه بصفر. ده يا باشمهندس هو القانون نص في السي في تربيع في الاي اس سالب 2 تي على تاو. ده يا باشمهندس القانون ده جاي على اساس ايه؟ جاي على اساس ان ما فيش قيمه ثابته، يعني القيمه دي مش موجوده. انا القيمه الموجوده في الفي 2 دي ما كانتش موجوده، كان دايما القانون بيطلع مش عارف كذا اي اس سالب تي. فعلا انت لو جيت تعوضنا بسالب ما لا نهايه تلاقي قيمه الجهد بصفر، فعشان كده كان عند ما لا نهايه المكثف بيبقى فرغ نهائيا، فكانت قيمته بتوصل لصفر. لكن في الحاله دي القانون ده ما ينفعش استخدمه الحاله دي ليه؟ لان الجهد له قيمه ثابته قيمتها 8. خلاص ففي الحاله دي ما ينفعش اعوض بالقانون اللي هو نص سي في تربيع في اي اس سالب 2 تي على تاو، لان القانون ده جاي من تكامل اي اس سالب اللي هو كان جاي اصلا من التكامل اللي هو نص سي في تربيع، وكنت انا معوض عن الفي تربيع. كانت الفي تربيع او الفي كانت داله في التايم بس، لكن هنا داله في التايم وكمان معاها قيمه ثابته، فالقانون ده ما ينفعش استخدمه هنا في الحته دي. خلاص؟ لكن القانون المفروض الاصل اللي انا هستخدمه اللي هو النص في السي في الفي تربيع، خلاص على اساس ان الفي ان انا بعوض عندها بما لا نهايه، فاروح على داله الفي اهو. الفي اعوض لما لا نهايه يبقى قيمه الجهد ب8، وهناك برضو لسه معوضين في الفي 1 كانت ب8، فاخد القيمه دي واضربها يبقى نص في السي في ال 8 تربيع، وهناك 8 تربيع برضو. طبعا هنا 1 ميكرو فراد اهو، والسي 2 ب 4 ميكرو فراد، يبقى 4 في 10 سالب 6 ضربتها في 8 هنا و8 هنا، ده مربع وده يتربع. خلاص هيطلع لك القيمه ب 160 ميكرو جول.
خلاص مهندسين، يبقى انا مش مهندس ما ينفعش. خلاص القانون طبعا القانون العام هو نص سي في تربيع، او على حسب قيمه الفي باخدها اربعها اضربها في السي اضربها في النص، ده قيمه الانرجي في اي لحظه. طبعا عند التريبد هي عند الملا نهايه، اللي هي تبقى محصوره او محبوسه تبقى عند الملا نهايه. خلاص القانون اللي هو النص في الفي تربيع، نص سي في تربيع في اي اس سالب 2 تي على تا، والقانون ده ما ينفعش هنا يا باشمهندس استخدمه. خلاص خلاص يا باشمهندس. طب واحد يقول لي يا باشمهندس لو انا عاوز استخدم القانون اللي هو بتاع نص نص سي في تربيع في اس سالب 2 تي على تا، يا باشمهندس اصل القانون ده جاي منين؟ اما جينا نثبته ارجع بالاثبات هتلاقي احنا اثبتينه على نص سي في تربيع، ان احنا جينا على معادله الجهد وربعناها وبعد كده ضربناها في السي ضربناها في النص في. انت اصل القانون فين؟ اللي هو نص سي في تربيع. انت لو جيت مثلا على بتاع الفي 2، لو جت على بتاع الفي 2 هتبقى نص في السي في الفي تربيع، هتيجي على المعادله دي وتربحها، يبقى ده اهو تربيع. خلاص ده اهو هو اللي تربيع، يبقى نص في السي في الفي تربيع، يبقى ده اهو على بعضه ده اهو هو اللي تربيع. طبعا هتعوض جوه بمعنى النهايه هتلاقي هي الثمانيه اللي هتبقى هي المربعه. خلاص يبقى اصل القانون لو انت عاوز تجيب اصل القانون، هو اصل القانون نص في السي في الفي تربيع، ده الصح. يبقى طب يا باشمهندس واحد يقول له انا طب انا هروح اربع الجهد هنا كداله في التايم، ربعه مفيش مشكله صح، واضربه في السي واضربه في النص، يبقى ده عام الكل ماشي. يبقى ده اهو هاجي على ده وكده وبين قوسين كده اهو واربعه. خلاص طب بعد ما تربعه هتعوض عن التي بما لا نهايه، هتلاقي الجزء ده بصفر ويبقى لك بس الثمانيه هي اللي تربيع. خلاص ده ينفع لكل، يبقى نص في السي في الفي تربيع ده اصل القانون. يبقى انا مش مهندسين لكن نص في السي في الفي تربيع في اس سالب 2 تي على تاو، ده بعد ما انا عوضت عن الفي. خلاص بس الفي في الحاله بتاعتنا هتبقى مختلفه فمش هينفع اعوض بالقانون ده. خلاص يبقى لازم مش هنسى ارجع للاصل، هو النص في السي في الفي تربيع اللي هو ان انا اربع الفي ده خلاص واضربها في النص واضربها في السي، وفعلا ده ينفع مفيش مشكله. دي الترابت. خلاص عشان يبقى انا عندي الانيشال خلاص اللي موجوده في المكثفين في البدايه، وبعد كده اللي هتبقى محصوره بين بين المكثفين. خلاص يعني الفرق ما بينهم، الفرق ما بين الانيشال والترابت هو ده اللي هيتفقد فيه المقاومه بتاعت اللي هي 25، لان ده اللي موجود في المكثفات وده اللي ما زال موجود فيها حتى النهايه، يبقى الفرق ما بينهم هو ده اللي راح للمقاومه، يبقى الفرق ما بينهم هو ده اللي راح للمقاومه. طب لو انا حبيت اجيبها يا باشمهندس الانرجي ديسيبيتد، خلاص اما نطرح الاثنين من بعض او ان انا اروح اكامل اقول له التكامل البي في الدي تي. طبعا تكامل انا معايا الجهد، معايا الجهد على المكثف يبقى الفي تربيع على الار، او انت معاك التيار تضرب الاي تربيع في الار براحتك، اي واحده فيهم صح. خلاص طيب واحد يقول لي يا باشمهندس هو انا ينفع استخدم القانون الاصلي؟ اه ينفع تستخدم القانون الاصلي على طول يا باشمهندس، اللي هو النص في السي في الفي تربيع في واحد ناقص الاي اس سالب 2 تي على تاو. خلاص يا باشمهندس ده ينفع استخدمه هنا على طول، خلاص لانه جاي صحيح ومفيش مشكله. يبقى نص السي ايكوفلنت مع السي ايكوفلنت. خلاص طبعا الانرجي ديسيبيتد تبقى من صفر الى ما لا نهايه، طبعا عند الما لا نهايه خلاص الانرجي ديسيبيتد هتبقى عند الما لا نهايه، يبقى تي بما لا نهايه اي اس سالب ما لا نهايه بصفر، هيبقى لي بس قيمه اللي هي النص في السي ايكوفلنت في الفي نود تربيع. خلاص ده عند الما لا نهايه. يبقى يا باشمهندس انا معايا النص، معايا السي ايكوفلنت ب 8 من 10 ب 10 اس سالب 6 في ال 40 في ال 40 40 تربيع، هطلع لك ب 640 مايكرو جول. طبعا انت لو رحت فوق نقصت ال 800، لو انت جيت فوق نقصت ال 800 اللي انت جايبها بتاع الانيشال نقصتها من 160 هتطلع لك 640، يعني ده معناها ان القيمه اللي انا جايبها دي صح. يبقى انا مش هندس في الانرجي ديسيبيتد، الانرجي ديسيبيتد اما ان انت تكامل تكامل بقى الاي تربيع في الار، طبعا الار بتاعتك ب 25 كيلو والاي معاك، وتكامل من صفر لما لا نهايه، عايز تكامل مفيش مشكله صح. خلاص او ان انت يا باشمهندس تروح تستخدم القانون بتاعك على طول اللي هو النص في السي ايكوفلنت في الفي نود تربيع، ده يا باشمهندس واحد ناقص الاي اس سالب 2 تي على التاو. طبعا مش هنسيب بس الحته اللي انا طبعا بس خلاص الحته دي اللي تشيك، طبعا انت دايما تبقى عارف الاوميجا انيشال الانرجي الانيشال انرجي هي عباره عن الجزء اللي اتفقد والجزء اللي مازال محصور في المكثفات. خلاص دي الانرجي الانيشال انرجي كلها. خلاص ده لو انت عاوز تعمل تشيك في اي لحظه هتلاقيهم الاثنين قد بعض. الحته اللي انا عاوز اوضحها، واحد يقول لي يا باشمهندس هو انا استخدمت ليه هنا السي ايكوفلنت ما استخدمتش السي؟ هقول لك يا باشمهندس لو انت رجعت لاصل القانون اللي انت لو جبت كامل الاي تربيع في الار، الاي تربيع دي جاي اصلا من السي ايكوفلنت، فانت هتلاقي التاو في قلبها السي ايكوفلنت، فما تيجي تكامل السي ايكوفلنت اللي هتطلع بره، اللي جنب اللي التاو دي هي اللي بتبقى بره.
خلاص لما تيجي كامل بالكامل الاي اوف تي لما تيجي تعوض اللي جوه الاي اوف تي دي يا باشمهندسين التاو، التاو دي عباره عن ار في سي ايكوفلنت، سي ايكوفلنت وليس سي، اللي هي وليس سي واحد وليس سي اتنين، هي دي سي ايكوفلنت. فلما بتيجي الكامل هي بتطلع بره، يبقى القانون هنا اصله سي ايكوفلنت، اوعى تنسى دي. خلاص طبعا اللي فوق كله بيعتمد على سي واحد سي اتنين، سي واحد سي اتنين، بس عشان الناس ما تتلخبطش. ودي ايه يا رب الدنيا تكون وضحت لك كده ان شاء الله.